قبل أسبوع تقريبا في مباراة للمنتخب الأولمبي المصري في بطولة أفريقيا لكرة القدم تحت 23 سنة خرج المشهد ده. شاب مصري غيور على دينه وعلى أمته العربية طلع رفع علم فلسطين، لأن المباراة كانت بالتزامن مع القصف الصهيوني على قطاع غزة واللي راح ضحيته 35 شهيد فلسطيني منهم 8 أطفال و3 نساء. لكن شرطتنا الأشاوس والنظام بتاعنا طبعا ما عجبهوش الكلام، فراحوا قبضوا على الشاب ده وكمموا بقه بالشكل ده وسحبوه قدام 70,000 متفرج كانوا موجودين في الاستاد، وأكتر من 100 مليون مصري بيتفرجوا. بعد كده العالم كله شاف الفضيحة دي بالصوت والصورة. مش بس كده، ناس قالت يمكن هو أحرجهم فعايزين ياخدوه يومين عندهم. بعد أسبوع كامل من الاختفاء القسري للشاب ده اللي اسمه عز منير خضير طلع امبارح بيان من نيابة أمن الدولة العليا. نيابة أمن الدولة العليا دي تحس كده أن الاسم بيخض، عشان يقول أن الشاب اللي عنده 19 سنة من شبرا بمحافظة القاهرة الطالب في كلية الأداب قسم لغة عبرية جامعة عين شمس تم تجديد له 15 يوم بتهمة تكدير الأمن العام. بتهمة تكدير الأمن العام عشان مسك علم فلسطين وتضامن مع أهلنا الفلسطينيين في غزة اللي بيموتوا كل يوم، عشان كده حبسوه 15 يوم. على الرغم من أن جوه البرلمان، برلمان السيسي، قبل شهور تقريبا اترفع علم السعودية بالشكل ده لما تنزلوا الأعضاء دولت عن تيران وصنافير، وساعتها محدش قبض عليهم ولا حد قال عليهم بيكدروا الأمن العام. دي قصة قصيرة حزينة حصلت في مصر وبتحصل كل يوم وهتفضل تحصل كل يوم طول ما بيحكمنا عبد الفتاح السيسي والعصابة المطبعة بتاعته. خلينا بقى من موضوع الشاب ده على جنب، خلينا احكي لكم قصة تانية، قصة سعيدة حصلت في نفس الوقت اللي حصل فيه القبض على الشاب في استاد بورسعيد. العلم الفلسطيني تم رفعه في كل المدارس في تونس بقرار من النظام التونسي وبقرار من وزارة التربية والتعليم في تونس برفع العلم الفلسطيني داخل كل المدارس التونسية. مش بس كده، ده كمان إنشاد النشيد الوطني والأغاني والأناشيد لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني. نتابع. هو ده الفرق ما بين تونس الثورة ومصر العسكر، ما بين تونس اللي بيحكمها رئيس شرعي منتخب ومصر اللي بيحكمها منقلب جه على ظهر دبابة بيترفع العلم الفلسطيني داخل المدارس في تونس تضامنا مع الشعب الفلسطيني. قامت بعد نشر هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات أيضا ردت إدارة التربية والتعليم أو وزارة التربية والتعليم في فلسطين في غزة تحديدا برفع العلم التونسي في جميع مدارس غزة تضامنا وابتهاجا وردا للجميل للشعب التونسي في تضامنه مع غزة. نتابع. شفت بقى، عشان لما اقولك احنا وصلنا القاع بتزعل مني، ده احنا مش وصلنا القاع، ده احنا بقينا تحت القاع بشويتين. الموضوع طبعا تم نشره بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي. بيني وبينك مش الموضوع وحده، ده التلات مواضيع، موضوع الشاب اللي اتحكم او اللي تحول للمحاكمة وتم تمديد له 15 يوم بتهم التجدير الامن العام وقرار وزارة التعليم في تونس والرد بتاع وزارة التعليم في فلسطين. من هذه التفاعلات زياد بيقول لك أن تتخيل أن يحبس مواطن عربي في بلاد عربية بسبب رفعه علم فلسطين. حكومة البلح مصرة أن تكسر كل الحواجز التي وضعت، تريد أن تصل لأقصى درجات الانحطاط والخيان. كلنا عز منير ليس مجرد هاشتاج بقدر ما هو موقف عربي شعبي ثابت كالجبال ولن يهز هؤلاء المرتزقة. كلنا عز منير حملة تم تدشينها قبل ساعات وما زال التدوين عليها مستمر حتى الآن. أم عمر أيضا بتقول بعد حبس عز اللي رفع علم فلسطين لازم الشعب المصري يفهم إننا مش بس لو رفعنا علم فلسطين
او حتى مصر هنتحبس. لا، ده احنا ده لو رفعنا عنينا او حتى حواجبنا برضو هنتحبس والتهم جاهزة. احمد بيقول مشجع مصري في المدرجات رفع علم فلسطين اتحول للنيابة وخد 15 يوم حبس، بالرغم ان المئات رفعوا علم السعودية في الشارع احتفالا بالتنازل عن تيران وصنافير وكانوا في حماية الجيش والشرطة. جارة القمر جايبة صورة لمحمد رمضان وصورة للشاب في الاستاد وبتقول انا من بلد البلطجة والابتذال وقلة الحياء يعتبر فيها فن رفيع، لكن رفع علم فلسطين جريمة يعاقب عليها القانون. بدأت احس اننا عايشين في الكيان الصهيوني مش في مصر المحروسة. مصر حر جايب صورة لتظاهرات مؤيدة لعبد الفتاح السيسي وهم رافعين علم السعودية وبيقول لما شاب مصري لماذا شاب مصري عندما رفع علم فلسطين سجن 15 يوم، ولما ترفع علم السعودية في وقفة مؤيدة للسيسي بعد بيع تيران وصنافير لم يكن جريم. أكبر دليل على إن البلد ما فيهاش نخوة ولا غيرة على الدين ولا العروبة ولا رجولة. صدقت البنت رضوى والله. عاصم بيقول أصبح رفع علم فلسطين جريمة في بلد محتلة بالوكالة، مصر عن طريق عميل صهيوني اللي هو السيسي. سيد أمين بيقول جاء اليوم الذي تعتقل فيه القاهرة من يرفع علم فلسطين ويحتفل الصهاينة فيه على ضفاف نيلها بذكرى نكبتنا. كوابيس. أخيرا أحمد متولي بيقول وربنا لو عز منير خضر رفع علم فلسطين في تل أبيب ما هيتحبس 15 يوم على ذمة التحقيق زي ما حصل بعد ما رفعوا في القاهرة عاصمة مصر أم الدنيا ورمز العروبة وصاحبة القضية الكبيرة زي ما طول عمرنا بنقول مصر أم العروبة، لكن في وجود عبد الفتاح السيسي زي ما قال إيدي كوهين قبل كده الصحفي الصهيوني السيسي أكتر صهيونية مني، وده اللي بيثبته كل يوم السيسي إن هو أكتر صهيونية وأكتر ولاء للكيان الصهيوني من الصهاينة نفسهم ومن الناس اللي عايشين داخل الكيان الصهيوني نفسهم.